هل لديك شك في أهمية الاهتمام بالموارد البشرية؟ لديك منشأة صناعية، لديك آلات وخط إنتاج. لابد من معرفة طبيعة هذه الآلات، المعدل الطبيعي للاستهلاك، الظروف المناسبة لهذه الآلات لكي تكون في أقصى درجات الإنتاجية والعطاء. ولكن من يحرك هذه الآلات؟ إنهم البشر. إنهم موظفوك، إنهم مواردك البشرية. ولهذا لابد من فهم طبيعة البشر. الظروف المناسبة لهؤلاء البشر من أجل تحقيق أقصى درجات الإنتاجية والعطاء. لابد من معرفة أنماط شخصياتهم، ثقافاتهم، دوافعهم، قيمهم وإلى آخره. ولهذا كصاحب عمل أو مدير منشأة يتطلب منك إجراء بعض الممارسات الموارد البشرية التي أتركها هنا لك من أجل تحقيق أقصى درجات الإنتاجية والعطاء في التعامل مع البشر، مواردك البشرية. يقال أن من لا يفهم الناس لا يفهم البزنس. وهذه حقيقة أمر مهم جدا، لأنه في أي بزنس أنت حقيقة في بزنس التعامل مع البشر.